الامطار قويه المتحف مقاوم بعد. الحين ناخذ لفه على البلاد تيم، بوديكم مكان انا بصور، بس انتوا لا تيون، انا برويكم المنظر بس، صور وبطلع، ما انصح حد يجي مول. الحين رايحين للمكان السري، وهذا اجواء فريقنا ما شاء الله. تيم الامطار مستمره على مربح قدفع البجيره، اطلع من المنطقه تم في المنطقه وشوف ابوي وتعيش الجو الاجواء. واحد يمشي لك بظلال امطار، والله شيء جميل، لا تفوتوا هالاجواء، لا تفوتوها. التيم وصلنا المكان السري، بس بعدنا ما وصلنا المكان القوي، تريو التيم وصلنا المكان، خلكم مركزين بس، كحلوا عيونكم كحلوا عيونكم. طبعا يوم يكون مطر قوي لحد هنا ما شاء الله. حصانه روح داخل عن المطر، هاكي مسوي لك غرفه، روح داخل بابا روح، شاطر حبيبي شاطر، يلا روح يلا سير حبيبي سير، الحين بزيد المطر، شاطر بابا شاطر، يلا باي باي. التيم ترى ها مجرى وادي، ديروا بالكم البيه من هنا يدير باله، شوفوها كلها ماي تحت ما شاء الله، شوف المنظر كيف، خلكم شويه وروح داخل. هذا اسمع الكلام، التيم يحل عنده كاميرا اي يصور هالصوره، سم بالله خطيره في الوادي. بعد التيم المطر قام يطيح، شو تسوي؟ تطلع النسكافيه شويه برا، تخلي المطر يجي داخل وتشربه، يستوي نسكافيه اورجانيك. التيم اول شيء وصلنا المكان، التيم اللي عنده حلال يروح يشوفهم، يهم مطار عندهم مظله ما عندهم يغطيهم، حلال بذمتكم. التيم شوفوا كيف الماي هنا، اللي عنده صالون لي المكان شوي قوي، مجرى وادي لأنه المنظر خطير. التيم وصلنا لين مجرى الوادي، شوفوا المطر كيف، طبعا هالوادي على طول وين يروح البحر، ترتيب جميل سليم. بعد الله الماي بارد، اسمع صوت الرعد ما شاء الله، شوف على طول على البحر يروح. اي حد عنده صالون لي هنا لا يستهين، ما شاء الله رجع المطر يزيد. ها شوف اسمع وشوف، كحل عينك بعد تيم، صراحه المكان فنان، بس ما انصح اي موتر صالوني ولا اي حد يجي لين يخف المطر. سجلنا خروج، خلاص الحين يا وقت شو تطلع بالديزل باللندروفر من المغامرات اليوم، وديان تحتاج هالموتر، المطر ما يباله غير هالموتر والله. عطى اوه ابوي هالجو ما يباله غير حيب، نعطيه بحيب مره ايه شيل مره نعم طيب. تيم حصلنا اللي نسيت، ما شاء الله شوف المطر كيف، عمة الديزل هو يا يا علي. يا
شوف 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 الحميض يا سلام. خذ ليك يقول لك ها اليوم تعطيه شو سحناه سمن حميض والله. العريس خلى المطر يجي على الهريس. العريس خلى المطر يجي على الهريس. ردك له اورجن تيم وصلنا وادي سد رفيصه. دايما نرويكم الوادي ما شاء الله ما شاء الله. اوه بدا المطر يتساقط ما شاء الله. والله تحط لك هنا تشوله غوري وتشرب شاي. شوف السحاب على الجبل ما شاء الله. شيء غريب حصلت في الوادي شوف سبحان الله. شوف نص اليبل في الوادي والبحر يمكن 6-7 كيلو. كيف جات هنا ما اعرف. تم هاي الاجواء بعد صلاة العصر يقولكم الخلية القوية صوب كلبة صوب خرفكان. التيم أول شيء وين منروح؟ البحر. نشوف البحر بعد المطر هاج طلع أشياء ولا ما طلع شو صار نصور بعد. التيم الخلية متركزة حاليا على البجيرة طلعت من خرفكان من كلبة وعلى البجيرة. أوه التيم شوفوا البحر مطلع وايد أشياء ما شاء الله وايدين بعد على البحر. شوفوا الغيوم كيف فوق البحر. التيم يقولكم الخلية صوب الفجيرة. شوف السحاب ذيك يسألني عندها مطر قوي بعد يقولك أحمر. شوف التيم بنت الأمطار القرية يقولك الفجيرة مرة غرقانة يقولك المطر نفتقد القرية مطر قوي. انت رايح على الفجيرة وانت راد عمر ربع بعد ما شاء الله قام يزيد اللي رايح على الفجيرة واللي راد عمر ربع تقريبا تحديد عقرية وعلى السودة وايد والله. ما شاء الله المنخفض صوب منطقة السودة ما ينشاف شيء مول ما شاء الله. الخلية متركزة على الفجيرة مرة ما دخل الفجيرة من القرية لين ما دخل الفجيرة مطر قوي ما شاء الله ما تحرك. التيم يقولكم الحين الأمطار على مربح من القرية ورايح على مربح درب مربح الحين. التيم الحين نشوفه بدأ النفاف السريع انه طالعين من الفجيرة أقولكم على قراط قوي بدأ يزيد 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 على النفاف. الأوليين يسموه الديم ديم ديم. هالأوليين يسموه الديم ليش؟ لأنه دايم يعني كيف على طول يتم يطيح بهالحجم ما يتغير لا يزيد ولا ينقص. حين نوصل على قراط فبيزيد. خذ المعلومات مني استفيدوا والله. التيم على جسر قرية ما شاء الله قاعد يزيد بقوة بعد
تركب الخليه متركزه على دري عقراط عمر به. تيم دخلنا منطقه قراط شارع قراط. شوف المطار كيف على مربح يقول لك وايد. الله شوف مدخل مربح كيف. شوف ما شاء الله امطار غزيره. ما شاء الله مربح امطار قويه. شوف مربح على مدها على خورفكان. نفاف صوب قدفه. يا سلام سلم. شوف الجو كيف. شوف اليبل يوم تجي الغيوم على اليبل يسموه رهام. كلكم مستفيدون ما طايعين كله سوس كب. تيم شوف شارع خورفكان اللي وراه احنا الامطار. تيم خذوا هاي المعلومة في المطر في الرياح لا توقف صوب ليبال لان الحصى يطيح من فوق. خليك بعيد. تيم على حسب البرنامج من بعد ساعة بالضبط يعني على الساعة 8 أمطار قوية على مربح وقدفة وقرية والفجيرة والخور. ما شاء الله بدأ النفاف يطيح. النفاف السريع شوفوا. تيم في المطر شو تعطيه بعد؟ والله أساي يقولك في البرد اشرب شيء بارد في الحر اشرب شيء حار عشان البرد يخاف والحر يخاف. وحط تيم زاد المطر خليه مطار في الأساي في استوي أورجانيك. سمع صوت الرعد والمطر قاعد يزيد. والله الواحد ما وده يطلع من خورفكان. ما شاء الله عز. التيم بدت الخلية بدت آثار الخلية. ها شوف مخرج خورفكان على طريق مربح. التيم شوفوا ما شاء الله مدخل قدفع على طريق مربح. امطار قوية هاي الخلية الصح. ما شاء الله امطار قوية على مربح وقدفع والخور. التيم تعرفوا من برودة الجو من الساعة 2 الظهر ما اخذنه لين الحين ما ذاب. شوف الجو كيف بارد ومطر. التيم انصح اللي عنده صالون لأي طريق الخور مربح قدفع لانه ما شاء الله ماي وايد متوقف. شوفوا بدت تأثيرات الخلية على مربح تأثيرات قوية ما شاء الله. اوه تيم شوف فريقنا حضر الوادي بعد بالفريق. ها ما شاء الله. ها المتحف امورك تمام؟ الحمد لله والله تمام. الجو ما يباله غير مكبوس معرق ولا فندال. والله تحت المطر بعد وين في المتحف هناك تاكل. والله مكبوس معرق تخليه يطيح فيه مطر بعد شوية شو يستوي أورجانيك. التيم صلاة العشاء توقعاتي بعد الصلاة بتكون رشة قوية. أول ما نطلع من الصلاة بتكون رشة قوية هذه التوقعات. شوف التيم بعدنا ما طلعنا من الصلاة ما شاء الله. شوف ما شاء الله. تيم شوفوا ما شاء الله مربح صوب حديقة العقير. الشارع كامل ماي سيارة صالون لا تطوف منه. شوف كيف. تيم شوفوا شو حصلت يسبح. سبحان الله ما شاء الله. تيم التيم شوفوا منو طالع وياي مطارد الامطار. شوف المطر بعد ما شاء الله قاعد يزيد. حضرت حبوب
تيم اليوم نطلع أنا وصديقي دنون، خلاص هذا بسميه دنون، بنطارد الأمطار وبنخبركم بالجديد. الخلية حاليا على مربح وخرفكان ما تتحرك، حاليا على مدخل خرفكان رايحين نشتري مظلة حق الوحش. اوه زاد المطر على خرفكان، زاد دنون الثلجي والله موجود بعد. تيم ما شاء الله خرفكان مرة فول مطر، جوع خطيرة والله. نشتري مظلة وبنرجع. اوه زي ما طاح بعد، ما شاء الله خلف اسواق النخلة واركنات بعد فول ماي. التيم اي حد يدور الامبريلا الشفافة موجودة في النخلة بعشرة ريال تقريبا، 11 حلوة. التيم خد لك مظلة، والله سجلنا خروج من خرفكان، تدخل خرفكان ما ودك تطلع، ما شاء الله الامطار فول. ما شاء الله التيم على مدخل قدفع، انت ورايح على مربح، الماي فول والمطر فول والوحش بعد موجود عند المظلة بعد. تيم انا وش خلاني اطلع، والله هلكني هلاك، ابغى كيف جيري ابغى بطاط، الحين ناخذ لك بطاط فوقك طيب والامطار مستمره. التيم شوف شو طلبت حقه، اول ما يوقف المطر بعقه خلاص بودره، ما ابغى مو بربيع انت. ما شاء الله الامطار تزيد على كورنيش قدفة، خليه مستمرة بالقوة بعد ما في. سجل خروج ونروح البيت وعلى هالنفاف السريع، يقول لك مستمر تقريبا لين الساعة واحدة اثنتين مستمر. وقت نزول المطر، وانا اقولها للي يشاهدونا الان، من اوقات الاجابة، ولذلك المؤمن يستغل نزول المطر ويرفع اكفه الى السماء ويدعو ربه فان الله سبحانه وتعالى يجيب. ما شاء الله بدأ يزيد المطر، ها تشوف ما شاء الله برق بعد، يات الخلية يات. ما شاء الله زاد المطر زاد، يا اخي المتحف فيه شمس كيف كذا، شيء عظيم. اسمع صوت مطر، تيم هاي المظلة هي اوكي حق تصوير وبعد تخدمك يعني، اسمع صوت المطر كيف النعنع، شوف تمشى مرة تحت المطر بعشر. ما شاء الله التيم شوفوا المطر هنا وهنا، طبعا الكاميرا تظلم والله. ما شاء الله شوفوا بعض الأماكن كلها مطر، هناك شوفوا المطر كيف يصب سبحان الله، شوفوا هنا الشيء الجميل، حجم طيب ما شاء الله، شوفوا هو ولده بعد. اوه ما شاء الله بدأ المطر على مربح، نفاف يعني ما مطر صوب البحر، ما شاء الله بدأ يزيد المطر. شوف حاليا النفاف خفيف ديم، هذا حق قدفة كورنيش قدفة، ما شاء الله على مربح رخة، ايه هاي نقول رخة، هذه الرخة ما شاء الله تشوفها، يزيد المطر اوي على مربح، رشة قوية ما شاء الله. شوف مين تمربح والمطر كيف ما شاء الله يزيد. من قوة المطر زرافة طلعت تمشي ما شاء الله، لا يشرب ماي شكلها، ما شاء الله امطار قوية
على مربح وقدفة والفجيرة طار قوية ما شاء الله. بعد ما وقف على مربح هذا يسموه الديم، الديم يعني دايم مستمر ويشبه الدمع بعد.